تصريحات مسؤولي محافظة نينوى بشأن إتمام مشاريع البنى التحتية في المحافظة تفندها هذه المشاهد. على الورق المشاريع الخدمية منجزة في أغلب المناطق، أما على أرض الواقع فالسكان لهم رأي مغاير. هاي منطقة العقيدات، هاي صار سنة هذا المقاول ما كمل، صار سنة خرب الشوارع كلها، خرب لا روحة لا جاي، لا عربان تمشي لا سيارة تمشي، محلات عزلت كلتها، بسطات عزلت من خلف هذا المقاول. هذا حرامي، لا يخلي عربانة تمشي، لا يخلي سيارة تمشي، مايات خيسة جيفة. مقاولون فاسدون وتنفيذ فاشل للمشاريع، إضافة إلى ترك هذه المشاريع دون إنجاز أصلا كما يؤكد السكان. صرنا سنة نحن نعاني من هذا المشروع. تفضل أستاذ، تفضل صور، شوف المشروع، هذا المشروع اللي يقولون عليه مشروع ناجح، وينهم؟ يجي يشتغل له ساعة ويعوف وينهزم. قاموا يحفرون، كسروا لنا المنولات وكسروا لنا المجاري وخلوا الماء ينزل على البيوت على أساسات. كل شيء ما سوى، والمشروع كله فاشل. مشروع فاشل، يجي يصب صبه فوق الماي. يقول له استاذ ما يصير هيك، يقول لا يصير. وعافوا المشروع مشوا، هاي صار لنا سنه نحن نعاني من ما نعانيه. الحكومه تحكي وين، كل شيء ماكو. المشاريع، هذا المشروع صار له 6 أشهر 7 على الحاله. وكل شيء ماكو، قاطعين الارزاق العالم، وهاي الشوارع مسدوده، وهاي الاوضاع. فشل اداره المشاريع الخدميه وعدم اكمالها تسبب في قطع أرزاق السكان وتخريب الطرق العامة. الرمل والحجر كله بنص المنطقة، زين المفروض عشان تطلع العوائل، عشان تطلع عشان تفوز، زين اللي عنده سيارة يريد يروح على دوامه، عنده مطار مثلا يريد يروح على دوام ويجي، هسه هذا الفرع كله مسدود. دريد أطلع دريد أفوت، زين اثنين هاي أرزاق العالم، هذا الشارع مليان أرزاق عالم، مشقد عالم راحت جتة اشتكت، ما حد ما يسمع. زين وين المتابعة؟ شنو هي فلتون؟ هذا هو الواقع في أغلب مناطق محافظة نينوى، تلكؤ في المشاريع وفساد ينخر جميع مفاصل الاستثمار، الأمر الذي أثر سلبا على حياة المواطنين.